مين هذا المقبل علينا؟ عساه يكون الطبيب حسين. هذا جوهر راجع من مراحل الغنم. أنا نفت صبري من طول الانتظار. راح الكثير، ما بقي غير القليل. يا نجود طولي بالك. السكوت ما عاد يفيد بعد اليوم. أنا لازم أخبر والدي بالمكيدة اللي دبرها شداد لفارس. يا نجود يا نجود، روح جاي يا جوهر، روح جاي. وايش تريد يا جوهر؟ شداد قبل شوي ميل على مراحل الغنم واخد معاه الراعي سطوف وساروا باتجاه وادي السعالب. اني عين الشمال بترف يا نجود. فين والدي يا جوهر؟ اريد اشوفه بالحال. الشيخ اتراد معه بالمضافه، ما ادري وين راح. اني خايفه اليوم فارس يمر من وادي السعالب وتوقع المصيبه. مصيبه؟ اي مصيبه يا نجود؟ سير يا جوهر الى والدي بالعجل وقل له نجود تريد تخبرك في امر خطير. امر خطير؟ وايش الحكايه يا نجود؟ قولي. بعدين تعرف. سير وابحث عنه في كل مكان. حاضر بامرك. هيا يا جوهر. ربي يجيب العواقب سليمه يا نجود. يا رب. قل لي كيف تركت غضبان ويا رجال؟ الكمين محكم يا شداد، الكمين محكم، وثلاثة من الرجال واقفين فوق الشجرة الواقعة على كتف الطريق، معهم أمر بالوثوب على فارس لما يمر من تحتها. غضبان؟ غضبان واقف معاهم يترصد الطريق عبر الممر. طمن بالك يا شداد، كل شيء على ما يرام، فارس بهذه المرة ما له مهرب. ما زال قلبي ما هو مستريح. لو فارس ولدي متعب ينجى اليوم من هذا الكمين، العاقبة علينا حتكون وخيمة يا سطوف. مالك يا شداد؟ أشعر بالألم في صدري مثل وحدة الإبر. هيا جوهر شغل بالي، قال لي عندك خبر خطير. شداد مدبر مكيدة ويا غضبان والراعي سطوف حتى يقتل فارس عند رجوعه للديرة. وإيش اللي عرفك يا جود؟ الطبيب حسين سمع عن طريق الصدف تفاصيل المكيدة كلها، وأنا دزيت حسين خلف ولد متعب حتى يحذره من مروره في وادي الثعالب. وادي الثعالب؟ كيف تجرى هذه الأمور بالديرة من غير ما يكون عندي علم؟ هنجود يا شيخ تراد، رادت تتلافى هذه المصيبة من غير ما تصدع راسك بيها بهذا الأمر. قامت طلبت من الطبيب حسين يلحق بفارس ولد متعب ويخبره، لكن غيبة الطبيب طالت والمهلة اللي انت عاطيها للفارس تنتهي باكر. الشداد والراعي سطوه صاروا عند الضحى من مراحل قطيع إلى وادي السعالب. أنا شفتهم بعيني يا طويل العمر. غضبان ورجال المجرمين عاملين كمين في ذاك الوادي حتى يقتلوا فارس ولد متعب. الحق بشداد وامنع هذه الكارثة يوبا. أني طفح قلبي من شداد وشروره، وإن كان هذا الكلام صحيح ما يلوم إلا نفسه. يا شيخ أطراد، سير الحين بالعجل أنت ورجال الحي الوادي الثعالب حتى تمنعون هذه المصيبة.
إذا حصل شيء الفارس ولد متعب ترانا ما نخلص من شر متعب أبد. لا بد ما شداد ينال العقاب الرادع. يا جوهر سمع يا طويل العمر، أريد عدد من رجال القبيلة بسلاحهم وخيولهم، هيا أريدهم في الحال. بالحال يا طويل العمر. أريد أروح وياكم يوبا، تسمح لي؟ ما يخالف، تروحين ويانا يا نجود. هيا. ربي وياكم. شداد وسطوف نجود أنا حي. سلامتك يا فارس، سلامتك. يا ويلهم الأوغاد، يا ويلك يا شداد. وصل الطبيب حسين بالوقت المناسب. عجل يا طبيب عجل. الحمد لله على السلامة يا فارس. ما قلت لك يا أخوي ما تقبل النصيحة، يا ويل من عنادك. اترك اللوم بهذا الحين يا حكيم وافحص جروح فارس. طمني يا حكيم، طمني. طمني سليمة، سليمة إن شاء الله. إن شاء الله. الجروح ما هي قاتلة. شكر لله، اعتني به يا حكيم. احملوا فارس إلى ظهر الجواد رجال، هيا وانقلوه للحي في الحال. هيا. أنا رايح ألحق بشداد أجيبه حي أو ميت. نجود أنا جبت زهر العيون. سلامتك يا فارس، سلامتك. هيا يا رجال، هيا خذوه بسرعة. صواد الله وجهك يا شداد، صواد الله وجهك يا سطوف الراعي. اثنين مهابيل ما يدرون عاقبة أفعالهم الردية. فارس عنيد ما يقبل النصيحة. أنا قلت له ابتعد عن الشر وعن مكايد شداد الأحمر، لكنه رفض. وليش هذا العناد يا فارس؟ ليش ترمي نفسك في المهالك؟ يا ويل قلبي، ما تقدر تتصور مقدار الخوف اللي سيطر علي لما شفتك مرمي بالقاع وفاقد رشادك. كل المهالك تهون من أجلك يا نجود. اهدأ يا فارس، خليني أربط جروحك مليح. بنفسي أطيح عمدان هذا البيت وما أنصبهم حتى ينال شداد عقابه هو وذاك الأهور سطوف. لا عمتي، بيوت الأجاويد ما تنهدم عمدانها
من أجل فعلة قام بيها أحمق مثل شداد. يا أولادي، يعلم الله حنا خجلانين منك بعد هذه الفعلة اللي قام فيها شداد. أنت ناصي وضيف عزيز على الشيخ طراد، واللي يعتدي على الناصي لازم ينال جزاءه العادل. شداد لابد ينال الجزاء اللي يستحقه، والجريمة اللي حاول يرتكبها تمس بكرامة راعي القبيلة بالذات. قبضوا على شداد، هذا والدي ورجال الحي، وقدامهم شداد وسطوف. طمني يا حكيم، عسى ضيفنا ولد متعب بخير. جرح الظهر كبير وعميق، أنا خيطت وعملت اللازم والباقي على الله. وجرح الكتف يا حكيم؟ جرح الكتف ما منه خوف. سلامتك يا فارس، أنا آسف للي وقع، ومتألم للفعل الشنيعة اللي عملها بيك شداد. يا رجال ادخلوا شداد ويا سطوف. لا بد ما تنالون جزاكم على هذه العملة القبيحة. ادخل يا شداد ويا سطوف جوا الحوطة، وتبقون محبوسين فيها حتى يتم النظر بأمركم ويصدر بيكم الحكم العادل اللي تستاهلونه. تريد تحبسني جوا الحوطة يا شيخ أطراد من أجل إنسان غريب ولنا عليه طارات؟ قلت لك ادخل يا شداد الحوطة من غير عناد، ألا تراني أحبسك في العنابير فوق العلب والتبن؟ لك عين تتكلم وتواجه القبيلة بعد عملتك الشنيعة اللي قمت بيها أنت وهذا الأهوش سطوف؟ وإيش لك عندي يا شداد؟ وليش تضمر لي هذا الحقد الأسود؟ الحساب اللي بيني وبينك يا ولد متعب لا بد ما أصفيه في يوم، أنا وراك والزمن طويل يا فارس. قلت لك ادخل الحوطة يا شداد. وانت يا سطوف. أنا بوجهك يا طويل العمر، شداد هو اللي طغاني ودفعني لهذه الورطة. سود الله وجهك، أنا عارف مكادك اللي رسمتها أنت وشداد، عارفها كلها. ادخل الحوطة وانتظر الحكم العادل اللي بيك يا جوهر. سمع يا طويل العمر، أريد رجال القبيلة يجتمعون عندي بالبيت قبل الزوال للنظر في أمر شداد وسطوف. حاضر يا طويل العمر بالحال. مشكورين يا رجال، تقدروا تروحون على أشغالكم. عمتي، أنا جبت لك زهر العيون. مشكور يا ولادي، ربي ياخذ بيدك ويكتب لك الشفاء العاجل يا فارس. أنت قمت بعمل ما قدر عليه من قبلك أحد يا فارس، ربي يجزيك الخير ويحميك من كيد الأشرار. ويش اللي سواه شداد؟ ويش اللي جرى يا شيخ طراد؟ هتشوفينا بعينك يا صبحة؟ للمرة الثانية حاول شداد قتل ضيفنا فارس ولد متعب. يا ويل قلبي منك يا شداد، فين ودي وجهي بين الناس؟ ما قلت لك يا أخوي، ما قلت لك ما تفعل هذه الأفعال الردية؟ ما نصحتك؟ وإيش اللي جرى لعقلك؟ هيا عودينا للبيت، هذه الأمور ما تعنيك أبد. كيف ما تعنيها يا شداد؟ هذه أختك. المصيبة اللي توقع عليك توقع علي أنا يا شداد. أنا ما لي غيرك في هذه الدنيا من بعد الله. ليش ارتكبت هذه الحماقة؟ ليش يا أخوي؟ قلت لك عودي للبيت. ترى يا شيخ أطراد، أختي صبحة ما لها دعوة باللي حصل واللي صار. أنا بريء من فعلك الشينة يا شداد، لكني خايف عليك من تاليها. ربي يساعد قلبك يا صبحة، ربي يساعد قلبك يا بنيتي، عودي للبيت عودي. شداد قبط وجهي وجه القبيلة بالفعل الردي، لا بد ما ينال الجزاء العادل. عودي للبيت يا صبحة واتركيه. تمنيت الموت قبل ما أشوفك تقطع وجه القبيلة بعملتك السودة.
حسبي الله عليك، حسبي الله. ضيفنا فارس بحاجة للراحة خلال مدة طويلة حتى يتم العلاج. اللي تشوفه يا حكيم. علي بلغت رجال القبيلة أوامرك يا شيخ أطراد. زين يا جوهر، سمع، اذبح بعيرا سمين واخبر القوم بأنه فارس ولد متعب أصبح طبيب الشيخ أطراد. تكفى رع النشامة، بيض الله وجهك. ابشر، ابشر بالعز والهنا والطيب. ابشر يا ولد متعب، وحق الله ما ينزع احد من راسك شعره وانت جاري بهذه الديره. مشكور يا عم. لما تشفى جروحك يتم زواجك من نجود وترحل معزز مكرم الى ديارك. مشكور يا شيخ اطراد، لكن لي عندك مطلب. وإيش مطلبك يا فارس؟ أرسل طارش إلى والدي يخبره أني أنا موجود بدياركم من غير ما يعلموا بفعلة شداد، ويقول له يجي حسب الاتفاق اللي قايم بينه وبينه. يحصل، يحصل إن شاء الله يا فارس. باكر عند الفجر يسير ولد أخوي سطام إلى دياركم وينفذ المطلوب. مالك يا وطحة قاعدة وأفكارك سارحة؟ بالي مشغول على وليدي فارس، طول الغيبة وما جان عنه خبر. صدق ظني فارس بهذا الحين بديار الشيخ طراد، لابد جلب لعليا زهر العيون اللي وعدها بي. أنا خايفة يكون جراله مكروه في وادي المنايا. إيه ربي جازي أم عفين على ذاك الدعاء. أني متفق ويا فارس، يدز من جار الشيخ طراد عند وصوله طارش بلغني الخبر. ومتى يصل ذاك الطارش؟ ما تقدر تتصور قديش قلبي تعبان من الانتظار. مهلة الشهر اللي انطاه الشيخ طراد الفارس مر عليها 3 أيام. لو وصل فارس إلى ربع الجود كان المفروض يرسل لنا خبر. إن ما وصل طارش من طرف فارس خلال اليومين المقبلين أرسل بنفسي طارش من يمنى لدير الشيخ طراد يستعلم يرجع لنا بالخبر. هدي بالك يا وطحة، أنا جوعان. قومي حضري له الطعام. قومي يا بنت الحلال وصلي على المختار. إيه يا رب. هذه قطرة زهر العيون يمه، انتهى الطبيب حسين من تقطيرها الآن. الحمد لله، أخيرا وبعد صبر سنين وشهور ربي أنعم علي بهذا الدواء. عجلي أنجود قطري لي منها. يقول الطبيب حسين التداوى بهذه القطرة يحتاج إلى صبر وطولة بال. أنا صابرة ومتوكلة على الله. ربي يجعل فيها الشفاء يمه. من فمك لبواب السماء يا بنيتي. انزال عني الوجع وطابت عيوني لقضي بقية عمري أصلي وادعي، أصلي وادعي الفارس ولد متعب بالهنا والسعادة. ما قلتي لي يا نجود كيف حال فارس بهذا الحين؟ الطبيب حسين ملازم بيته قبل شوي لما انطاني القطرة طمني عليه. ربي يشفيه ويعافيه ويفرحني بيكي وبيه يا بنيتي. نجود أريد أسمع مغناكي يا بنيتي. ويش تريدي أغني لك يمه؟ غني أي شيء، أريد أسمع صوتك وشوفك فرحانة ومتهنية. حاضر يمه. لا تزعل يا شواقي ولا تشافي هندوب.
شبه الورد يطلع على بال، والحب لو ينهزم يبقى على حال. الشوق شبه الورد يطلع على بال، والحب لو ينهزم يبقى على حال. الصوت صوت الهوى ما يلعب موال، يا حيفك يا هالولد تكسى على البتول. يدوم عليك هذا الصوت وهذا الجمال ويفرحني بيك يا نجول. شكرا يما شكرا. يا عربة، أنتم عرفتم كل شيء عن جريمة شداد وسطوف. شداد قطع وجهي ووجه القبيلة بالفعل الردي اللي قام به بالتواطؤ ويا ذاك المجرم غضبان، وكاد يمزق عهد التفاهم والمصالحة اللي بيننا وبين قبيلة الشيخ متعب. الموافق منكم على خلع والتبرؤ منه إلى يوم الدين يرفع يده لفوق. تبين لمجلس القبيلة يا شداد أنك ارتكبت جريمتين بوقت واحد. الجريمة الأولى محاولة قتل ضيف القبيلة فارس ولد متعب في وادي الثعالب بالتواطؤ ويا سطوف وذاك المجرم غضبان. والجريمة الثانية الخروج على إجماع القبيلة باحترام العهد القائم بيننا وبين قبيلة الشيخ متعب، ومحاولتك إشعال نار الفتنة والحرب بيننا وبينهم. فارس ولد متعب يستحق قطع الرأس، أما عهد التفاهم اللي تقول عليه أني ما أقبل بيه وما قابلت بيه قبل اليوم. اللي يستاهل قطع الراس هو اللي يتآمر على قبيلته يا شداد وما يريد الخير لهذا الربع. أني ما تآمرت على قبيلتي، لكن أني ما أريد تنهدر حقوقها من أجل فارس ونجود. اسمع حكم القبيلة عليك يا شداد، أنت مخلوع ومطرود من ديارنا، والقبيلة متبرأة منك إلى يوم الدين. تغادر هذه الديرة انت والراعي سطوف مهدورين الدم، ما احد منا مسؤول عما يجرى لكم. وان حاولتوا ترجعوا لهذا الحي تكون الملامة عليكم. وفينا روحاني يا شيخ طراد؟ ومين يبقى لي راح شداد؟ انت بنت القبيلة يا صبحة وحنا مسؤولين عنك. يا وين ويلي، وكيف يا نالي عيش وشداد شريد مهدور الدم؟ شداد انت كسرت ظهري يا اخوي بفعلك الردي. كيف اواجه الناس بهذه الديرة بعد اليوم؟ كيف؟ كل راجل بهذا الحي تعتبرينه اخ لك يا صبحة. هدي بالك، شداد لازم ينال جزاه عما جناه. باكر نلقالك ابن الحلال اللي يصونك ويتولى أمرك. ما تنضمين إن شاء الله يا صبحة. شداد غادر ديارنا أنت وسطوف في الحال. زين يا شيخ أطراء، أني راحل، لكن فارس ولدي بتعب ما أخليه هنا عم بنجود حليلة واني حي على وجه هذه الأرض. شداد اتركيه يرحل يا صبحه.
عودين يا صباح. فين الجود؟ فين الجود؟ وإيش لك ابن جود يا صبحة؟ ما أريد شيء، ما أريد شيء. الحالة اليوم أحسن والحمد لله. هيا يا علي، قواك الله، قواك الله يا فارس. يا هلا يا هلا، قواكم الله. يا هلا يا هلا يا هلا. أهلا بالجود. كيف الحال اليوم يا حكيم؟ الحالة اليوم أحسن من قبل، أنا كشفت على جرح الظهر والكتف. بقالي 10 أيام واني في الفراش، أنا زهقت، أريد أقوم، أريد أمشي. الصبر طيب يا فارس، أيام قليلة ويزول الخطر إن شاء الله. جيت أبشرك يا فارس بشرة سر القلب. وش بشارتك يا نجوم؟ ما تشوف يا فارس، أمي رفعت مناظرها وطابت عيونها، هادنة تعي زهر العيون. الفضل بعد الله يعود لك يا فارس الفرسان. أنا ما أنسى جميلك أبد، أطلب من الله يشفيك بالعجل ويفرحني بيك وبنجود بيوم قريب. حنا منتظرين وصول والدك يا فارس. أنا مستنى وصوله على نار، وأريد الفرحة تتم اليوم قبل باكر. أشوفك مستعجل يا فارس. يقول المثل في التأني السلامة. يا شيخ أطراد، يا شيخ أطراد، أبشر يا شيخ أطراد، أبشر. ويش عندك يا جوهر؟ الشيخ متعب بيقبل على ديارنا، وصل لي مورد الماء وخلف رجال ويسوقون قطيع من النوق البيض. إيه بالله النوق اللي تبيض الوجه. بيض الله أيام وأيامنا. يا هلا بالشيخ متعب. يعلم الله شرف ديار. إيه بالله. حكيم حسين، واجب علينا نستقبله عند مورد الماء. زين، جهز الخيل يا جوهر وخبر رجال الحال. بالحال يا طويل. هذا والله يوم أبيض ومبارك. إيه بالله يوم أبيض ومبارك يا ربع. أريد أروح وياكم لاستقبل والدي. لا لا يا فارس، جروحك ما زالت ملتهبة، ما يصح تقوم. اسمع كلام الطبيب حسين، أنا حريص على شفائك بالعجل. دقوا طبول الحي وادرموا النيران وانحروا الخرفان. هيا يا حكيم. هيا. ميعاد الهنا قرب يا نجود، واني فرحتي ما توسع الدنيا بعد اليوم. فرحتي اكبر وهنا قلبي ما يتقدر. اليوم، اليوم تشهد هذه الديره فرحه ما شافت مثلها ابد. اليوم البس الثوب اللي احتفظت بيه سنين وشهور. طوب عرسي يا فارس، طوب عرسي يا نجود. أريد ألبس الثوب اللي احتفظت بيه سنين وأيام لهذه الفرحة. أريد أدبك ويا صبايا وشبان الحي، أريد أدبك وأرقص وأغني كمان. Thank you.
ايش اللي جابك يا صبحة؟ مالي ضضم عليك مشغول يا اخوي، انا اختك على كل حال. كيف تخاطرين بنفسك وتجي وتقطعي هذا الوعر والوادي لوحدك؟ اشوفك تسعل يا شداد. الالم يزداد في صدري يوم عن يوم، وبالليل اعرق واسخن، في بعض الليالي تنتابني البرديه. يا كبدي عليك، اني شقيه وتعيسه لاجلك يا اخوي. انت اجنيت على نفسك وعلي. جايبي وياكي طعام يا صبحه؟ الطعام في خرج الزاد. اني جبت لك مبلغ من المال يمكن تحتاجه يا اخوي. ومالي وحلالي، وايش اللي جرى بيه؟ مثل العوايد اللي يتعامل بيها كل مخلوع وشريد. القبيله صادرت مالك وحلالك وابقت لي قسم عشان اعيش بيه، والمال اللي جبته من حصتي يا شداد. انت جنيت علي وعلى نفسك بهذه الورطه يا شداد. يا ويل قلبي، ضاعت مني البنيه اللي كنت اريدها حليله، وما جنيت من عملتي غير الحسره والندم. اللي راح راح، ويش ينفع الندم؟ صبحه قولي لي، ويش علوم جود وفارس؟ ما زلت تفكر بنجود يا اخوي رغم كل اللي جرى وصار من تحت راسها؟ حبي لها يا صبحه ده ما منه شفه، وحيرافقني حتى قبري. قولي لي يا صبحه، ويش اخبارها؟ يا حسرتي عليك، انت تدوق المر والهوان وهي سعيده. اليوم وصل الشيخ متعب لديارنا، وباكر او بعد باكر يتم الزواج، وتصير نجود على الهودج ورا زوجها فارس. سكتي! اني ما زلت حي، والمعركة بيني وبين فارس ما انتهت. وايش اللي بقالك يا شداد حتى تحارب فيه فارس ولد متعب والقبيلتين المتحالفين؟ باكر تشوف، اني ما زلت قادر اوقف على رجلي وحارب خصمي اللي سلب سعادتي وهناي. ليش يا اخوي، ليش يا اخوي ما تكف عن عنادك وترضى باللي جرى وصار؟ احنا صرنا مقطوعين بهذه المغار، دمنا مهدور والقبيلة متبرأة منا، ليش تستمر بهذه المعركة السوداء يا شداد؟ هي هي عودين للحي، عودين للحي، وديري بالك على نفسك. انا عملت لك قلاجة وقليتها بالسمن والسكر. مشكورة يا صبحة، اتركيها في الخرج. وش هذا السعال اللي انتابك يا اخوي؟ ما ادري يا صبحة، قلت لك عودي للحي، ما اريد احد يعرف مكاني، فهمتي؟ كان الله في عونك، اشوفك بخير يا اخوي، يمكن اجي لك بعد يومين او ثلاثة. لا، ما اريد تجي لي. هيا هيا عودي للحي. كان الله في عونك. تاكل وياي يا شداد؟ لا، نفسي ما تشتهي الطعام، كل وحدك. اسمع يا سطوف. ويش يا شداد؟ قول لي، انت تريد تربط مصيرك بمصيري وتبقى معي دوم، ولا تريد الرحيل؟ الرحيل؟ وين ارحل يا شداد وما حيلتي حيلة؟ باقي معاك يا شداد، واللي يجرى عليك يجرى علي. زين، باكر عند الفجر تذهب للمدينة وتسأل عن خان عجيل في الحي الشرقي. أسري للمدينة واسأل عن خان عجيل؟ وإيش اللي بخان عجيل يا شداد؟ ايوه، وحين تشوف صاحب الخان تمان العجيل تقول له شداد يريد تمن الحلال اللي اشتريته منه قبل شهرين. انت لك مال بذمة تمان يا شداد؟ 200 ليرة ذهب، واستحق دفعهم قبل يومين. هذه بشرة منيحة يا شداد، ما دام وجانا المال ما ننضم. بعد ما ينطيك المال تقول له شداد يريدك تشتري له دفنقتين، ومع كل دفنقة ذخيرة تكفي لسنة. دفنقة؟ وإيش يعني دفنقة يا شداد؟ دفنقة يعني بارودة. Thank you.
أنا عرضت الثوب شوي، أنت بقيتي أسمى من الأول يمة. آه يا حسرة قلبي على شباب اللي ولا وراح. أنا يوم ما لبست هذا الثوب أول مرة كان قوامي مثل غصن البان، لكن الكبر عبر يا بنيتي. أنت ما زلتي شابة يمة وزينة نسوان القبيلة، شوفي قوامك بهذا الثوب يجنن ويهبل. اللي يجنن ويهبل قوامك يا نجود، قوامك الفتي. أنا الخاطرك والخاطر فارس لبست هذا الثوب اليوم، لكن أنا عارفة نفسي الخريف ما هو مثل الربيع. إن كان الخريف ربيع، أنت ربيع الخريف يما. أني سعيدة بشوفتك بهذا الثوب الجميل اليوم. يا هلا بالنشامة، تفضلوا تفضلوا بعدين. يا هلا والله يا شيخ متعب، يومنا هذا يوم أبيض ومبارك. مشكور يا شيخ تراد، مشكور، ربي يعمر هذا الجار ويديمك عليها. متى تكتب الكتاب يا شيخ تراد؟ وقت ما تبغون يا شيخ متعب. ناسبك باكر؟ زين باكر. إذا نقرأ الفاتحة ونصلي على النبي يا جماعة. نقرأ. بسم الله. مبروك إن شاء الله، مبروك، مبروك. ربنا يجعله زواج ميمون وسعيد. مبروك مبروك مبروك. فين الجود؟ فين عروستنا الزين؟ يا جود يا عليا، روحوا جاي سلموا على الضيوف الأجاويد. يا هلا ويا حي الله بالضيف الكريم، خطوة عزيزة يعلم الله. يا هلا بيك. حياك الله يا عم الشيخ متعب، حياكم الله يا رجال. حياك الله يا نجود. يا هلا بأجمل عروسة بهذا البيت. يا هلا يا هلا بنجود، يا هلا بزينة الملاح. ما أشوف ولد أخوك سطام بين الحاضرين يا شيخ تراد. والله ولد أخوي سطام سافر في أمر مستعجل ويرجع بعد يومين. على خير الله. قدومك والله عزيز وغالي يا شيخ متعب، وفرحتنا كبيرة بهذا اليوم. طول الله عمرك يا راعية البيت. نجود تريد ترحب بيك وتغني لك وتعبر عن فرحتنا وفرحة الحي بهذا القدوم. تكفي يا نجود تكفي، كرم الله أيامك. هيا يا نجود، هيا يا شباب ويا صبايا الحي، ردوا وغنوا ويا نجود يا مرحبا بضيوفنا بقدومهم. يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا بالشرف ودار لهم. يا مرحبا يا مرحبا. يا مرحبا بضيوفنا بقدومهم. يا مرحبا يا مرحبا بالشرفوا دار لهم. يا مرحبا يا غالي أيام المتاعب جانا الخير من بعد المتاعب.
من جيت يا شيخ القبيلة رحب بك ألف يوم وليلة لمن جيت يا شيخ القبيلة رحب بك ألف يوم وليلة جال الحي وسيوف القبيلة خارق دومك يا ضفنا الغالي يا غالي يا شفت زولك طاب الوجع وبريت من شفت زولك ما سولفولك نجود يا نجود مين الطبيب حسين صباح الخير يا نجود صباح الخيرات أني في الحقيقة اغتنمت فرصة غياب أهل الدار حتى أكلمك بأمر خاص يعنيك ويعني فارس خير إن شاء الله يا حكيم اسمعي يا نجود الحكيم لازم يكون صريح في قول الحقيقة حتى لو كانت قاسية في بعض الأحيان وفيها بعض الإحراج وش الحكاية يا حكيم؟ اقعد اقعد وتكلم اكتاب فارس عليكي يتم اليوم حسب معلمت ويمكن باكر والله بعد باكر يحملك بالهودج ويسير بيكي إلى دياره إن قدر الله ويسر يا حكيم يا نجود جرح الظهر جرح ظهر فارس جرح خطير ما زال ملتهب ومليان صديد وفارس ما يريد يعترف بهذه الحقيقة ما في عندك طريقة ولا دواء يعجل في شفائه يا حكيم أنا أقوم بواجبي في حدود طاقتي والشافي هو الله يا بنتي المهم في القضية إني حاولت جهدي إقناع فارس بتأجيل الزواج مدة شهر على الأقل لكنه ما قبل شهر؟ يا نجود سامحيني إن صارحتك بالحقيقة باعتباري طبيب هذه القبيلة فارس ما يقدر يتزوج أو بالأصح ما يجوز يتجوز قبل ما يطيب جرحه بشكل نهائي إيش تقول يا حكيم؟ لازم تقبلي بالحقيقة يا نجود لازم تقبلي بالحقيقة فارس جايز ينصاب بالشلل إن يا ويل قلبي ينصاب بالشلل تقول الجد يا حكيم قبل 10 سنين تقريبا
وقع حادث في هذا الحي مماثل لحادث فارس. كنت بعدك صغيرة يا نجود. مرزوق ولد رمثام الله يرحمه انطعن أثناء الغزو في نفس المكان انطعن فيه فارس، وقبل ما تلتئم جراحه ويطيب جرحه بشكل نهائي اتزوج بنت عم عويش، وكانت النتيجة شلل نصفي أصابه بليلة العرس، وبعد أيام قليلة كان مرزوق من أهل القبور. يا ويل قلبي، شل الله يدك يا جداد. يا حكيم، أني أموت إن وقع مكروه لفارس، أموت قبل ما يموت لا قدر الله. الأمر بات في يدك يا نجود، أنت ذكية وعندك لباقة وحسن التصرف تولي هذا الموضوع اللي خرج من يدي. فارس يريد يرحل باكر وياخذني وياه. ما يخالف، ارحلي وياه، لكن أريدك تستعملي حكمتك يا نجود. اسمع يا حكيم، أريد منك خدمة. نجود عزيزة وغالية وطلباتها أوامر، قولي. أريدك ترحل ويانا لديار فارس وتتابع مداواتك هناك حتى يتم الشفاء ويزول الخطر، ومن بعدها ترجع لهذه الديرة. ما يخالف، أروح وياكم، بس قولي لوالدك إنك تريدين إني أرحل وياكم من أجل فارس. خير إن شاء الله يا حكيم. تركتك بخير، مع السلامة. ادخل يا شدهان. ويل قلبي، ويش لكم عندي؟ ويش تريدون مني؟ أنا كبيسي مسكين، لا حول لي ولا قوة. والله وقعت في يدي يا شدهان. أنا بوجهك داخل على الله وعليك، اتركني بحالي. اليوم تدفع ثمن سوالفك اللي جايفة. هيا تشاهد وقرأ الفاتحة على روحك. ويش تقتلني؟ ويش سويت لك يا وجه العرب؟ وتسأل ويش سويت يا شدهان؟ مين اللي خبر نجود بنت الشيخ تراد عن حكاية الصخرة اللي زحزحها فارس ولد متعب وأخفى تحتها كوفيات لصوص وسيوفن؟ نسيت يا شدهان؟ ومين اللي خبر نجود بنت الشيخ تراد عن حكاية استبدال فارس هدوم العز والجاه بهدوم مقطعة تصلح لشرين وبجح شعري؟ دخيلك. نسيت يا شدهان؟ دخيلك يا شداد، ما كنت أعلم أن القضية تخصك. ارحمني، لا تقتلني، أنا أنفعك، والله أنفعك يا شداد. تنفعني بعد الخراب يا صرصار؟ أنت سبب كل المصايب اللي صبت علي وعلى شداد. اليوم تموت موت الكلاب في هذه المغارة من غير ما حد يعلم بيك. لا 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 تطعني، أنا أنفعكم، قادر أخدمكم، أنا بأمركم. وقف وقف يا سطوف، تنفعنا وكيف تنفعنا؟ قول قول ويش تريد يا شداد، تلقاني طوق أمرك.
شدهان عنده حيل لها أول ما لها آخر. عندك أخبار عن حي الشيخ أطراد؟ إلا عندي، والله عندي. أنا كنت هناك قبل 3 أيام وبالإمارة حضرت عرس فارس على نجود. كلب ولد الكلاب، تزوجها وأصبحت له حليلة أخيرا؟ أشوفك زعلت من هذا الخبر. أنت تريد نجود يا شداد؟ وإيش اللي وصلنا لهذا الحال غير حب شداد لبنت تراد؟ أنت ما تدري يا شداد يا شدهان. وإيش اللي عرفني؟ أني بياع شرة ومن واجبي ما أتدخل في أمور ما تعنيني. لكن شدهان عنده عقل خبيث ومكار، قادر ينسل الشعرة من قلب العجين. قول وإيش تريد يا شداد؟ أريد أخرب هذا الزواج، أريد أهدم سعادة فارس ونجود، أريد أسود أيامهم. شدهان قادر يهدم هذه السعادة ويحقق المطلوب. ويش اللي يثبت لي صدق قولك؟ المال يا شداد يخلي عقلي يشتغل مثل الزنبرك، ويحل عقدة لساني ويطلع مني العجائب. جربني جربني وما تندم يا شداد. وإيش تقول يا سطوف؟ أنا أقول نتركه يا شداد ونحاول إخداعنا، لا بد يوقع في إيدنا في يوم. شدهان ما يخدعكم. أنا قادر أخرب بيت فارس ولد متعب ودمر سعادة نجود بشرط واحد، أقبض الثمن. أنا بياع شرة يا شداد. قديش تريد؟ 30 ليرة ذهب أم طرة، تدفع نصفها مقدما والباقي لما يتم طلاق نجود من فارس. ايه عجائب هذه الدنيا. انت ما تريد تصدقني يا شداد؟ قلت لك لابد تطلق نجود وتعود الى اهلها خايبة الرجاء تعيسة. ادفع نصف المبلغ وخليني اتصرف. زين أني حدفع لك، لكن يا ويلك إن كنت تخدعني. عيب عيب يا شداد، شدهان خراب بيوت العامرة. همتكم والله عالية، إننا شمال.